طبعا اليوم هناك تكريم لرائدة من رائدات الفن المغربي، الثقافة المغربية، أعطت كثيرا للإبداع الثقافي المغربي، للإبداع الفني خصوصا فيما يتعلق بالدراما. نحن جد فخورون بهؤلاء الرواد كثيرا. طبعا وزارة الثقافة والاتصال دائما مع النقابات المعنية تعمل على إلقاء واحد مكانة اعتبارية أساسية لهؤلاء الذين أعطوا كثيرا للثقافة المغربية، للإبداع المغربي، للإبداع الفني. رسخوا تقاليد وأعراف تعبر عن هوية المغاربة، عن التعدد والتنوع الذي نفتخر به نحن كمغاربة جميعا. أستاذ، واش تكون شي نقابة إن شاء الله خاصة بالفنانين، نقابة اللي غتكون متابعة هذا الشيء؟ طبعا أن الوزارة وزارة الثقافة، لابد أن أشير بأن وزارة الثقافة تمنح سنويا للتعاضدية العامة للفنانين حوالي 5 مليون درهم، أكثر من 5 مليون درهم سنويا للرعاية الصحية. وهناك كذلك اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة حول الرعاية الصحية للفنانين والفنانات، خصوصا وأن هذا الملف الذي يتعلق بالرعاية الاجتماعية وزارة الثقافة له أهمية خاصة. احنا اليوم في حفل تكريم الفنانة العملاقة والكبيرة لالة فاطمة الركراكي، تكريم مستحق ولو أنه متأخر شيئا ما، لكن تكريم مستحق. الفنانة أعطت الكثير والكثير للساحة الفنية المغربية في جميع الميادين، تلفزيون، سينما، إذاعة كذلك ومسرح. عطائها غزير وحبها كذلك الفنانين ولكل الناس غزير. كنتمنوا لها الصحة وطول العمر، ونتمنوا أنه هذه المبادرة تكرر وتكرر الفنانين آخرين إن شاء الله. أنا انتهيت من وصلتي الغنائية في حفل تكريم السيدة فاطمة الركراكي، أحد رائدات المسرح والدراما المغربية. هي رسالة للعالم بأنه احنا أسرة واحدة، الأسرة الفنية، وأنها تؤازر وتؤاخي بغض النظر على أنها هي رائدة من رواد المسرح وخدمة الثقافة والهوية واللهجة المغربية، ولكن واحد الكوكبة كبيرة من الفنانين شاركوا، وانا متاكد ان كل الفنانين المغاربه كون طلبوا منهم يشاركوا غادي يشاركوا. ماشي خساره في لاله فاطمه الركراكي، اليوم احنا كاينين معها في العرس ديالها، ولو جا متاخر ولكن خصها تعرفنا اننا دائما معها ودائما كنبغيوها ودائما كبيره في عينينا، وهذيك الميمه ديالنا الحنينه. يعني انا في عينيها كنلمس الامومه، كنلمس الخاله الظريفه، كنلمس الممثله العظيمه. الله يحفظها لنا، هذه ماشي لغه الخشب، مي كنحبوها بزاف، وكنتمنى اننا نبقاو معها دائما، واننا وليداتها وتعرف راسها راه ماشي بوحديتها. وكنشكر النقابه المغربيه والمغاربه كاملين اللي كاينين هنا، ممثلين ومن سينمائيين وعبيده الرما وكل شيء، الناس اللي فرحانين بها. السلام عليكم، معكم شيماء بوشان، ملكه جمال سابقه. الوغ اكيد فرحانه بتواجدي في هذه المبادره الجد رائعه والجميله والتفاته جد رائعه للهرم من اهرام السينما المغربيه. نقول لها اكيد مبروك، وفرحانين لان كاينه التفاته بحال هاد الاشياء وكيستحقوا، سواء في نجوم السينما او نجوم الغناء كيستحقوا بحال هاد الشيء. نتفكرهم دائما ونفرحهم دائما ونقول لهم بان راه دائما باقي معنا في الذاكره ديالنا. وتنظن الوجود ديالي في هاد الحفله هذا وجود طبيعي، لان هذا واجب اولا في حق فنانه كبيره اللي عطات الشيء الكثير زعما للساحه الفنيه المغربيه، وكنتمنوا لها الشفاء وطول العمر ان شاء الله والمزيد من العطاء. وكباقي الفنانين اللي معروضين لهذا الحفل التضامني مع الفنانه الكبيره فاطمه الركراكي، غادي نشوفوا مازال هذه البادره لانها جديده علينا، ربما نشوفوها مرات ومرات. هو ما كاينش بديل، لان لو كان
اللي يقيمون على الثقافة في البلاد كيقوموا بالمهمة اللي مكولة إليهم ما غنكونوش في هادشي. الحان بهذا التكريم ديال هاد العملاقة الكبيرة الأستاذة اللي هي فاطمة رقراقي الله يطولنا في عمرها، وهذا عرس كبير تبارك الله من اللي قائم على الفنانة اللي هما كلهم اللي قاعد من المجال اللي قاعد من ساهم اللي ساهم واللي ما ساهمش، الفنانة كلهم ديال المغرب اللي كنا عيطوا لهم كلهم كانوا يحضروا كاملين.